لقيت التب بعدها من الأسبوع الماضي مش مقبول أنت غير أنه جمال ودلال وحلى اليوم وميك أب رائع ومساء الخير مشاهدينا وين ما كنتوا عم بتشوفونا بلبنان وكل الدول العربية عبر قناة نيو فيجن الفضائية. نحييكم وحلقة مليئة اليوم بين بالامل بالجمال بالبوزيتيف فايبس. نيكولا اكيد طبعا دايما نحن ودايما بنقول انه انا ونانسي لما بنكون قاعدين عم نحكي مع بعضنا على التليفون بنقول انه الفنانين انتم البصيص الامل او انتم المتنفس الوحيد بكل المصاعب وكل هذه الظروف اللي عم بمر فيها الوطن العربي خصوصا بهالظروف نيكولا. يعني نحن كنا من خلال الاغاني نانسي صح يعني قديش بياخذوا الناس اللي عم بيتابعونا بهيدي اللحظات يمكن شويه امل او بصيص امل وخصوصا لما يطلعوا عليك نيكولا هيدا التفاؤل هيدا هيك الهضامه اوكي يلا فينا نبلش. قبل ما نبلش نيكولا بدي وجه تحيه لمجيد الرمح. مجيد نزل اغنيه جديده و فعلا يعني بظرف اسبوع حققت 20,000 متابع ف 20,000 فيوز اذا فينا نقول وكانت فعلا من الاغاني اللي فينا نقول هالمره فعلا ناجحه مثل سابقاتها من الاغاني. فكل التوفيق لك مجيد وان شاء الله اكيد بالايام المقبله نحن ناطرين مثل هذا المستوى من الاعمال. قبل ما نبدا اكيد خلينا عنا كثير تحيات وتحيه وامانه وصلتني توصلها للعالميه وصلتني توصلها اوكي وصلت وصلتني توصلها اكيد من اهالي فلسطين من وجهه نظر تحية كبيرة عنا كتير متابعين نسبة مشاهدة بفلسطين من أمير وكل المحبين هلأ مش هتذكرهم كلهم بس وجهولك تحية كتير كبيرة نانسي السيد زميلتنا وهون بدي وجه تحية للنجم الفلسطيني رودي رابي رودي اللي هو كمان بحبك رودي وأنا كمان بحبه رودي بصدد تحضير عمل أو ألبوم بظل هالظروف الصعبة رودي حبيتك الكليب رائع جدا كانت الأغنية بسنة الماضي سنة شو محضر رودي أكيد رح نشوف ورح نشوف هلا تعال شوف مقطع من الكليب حبيتك لرودي رابي حبيتها انا حبيت المستقبل حبيت أيوة. الدنيا اليوم فتحة معها بالاغاني بدي اقول نانسي السيدة اليوم كثير مبينة حلوة بوبي ثانك يو اكيد لمسة لفيروز السليم انا بدي اشكرها فيروز لو بتعملينا شغلية مع الاغاني الحلوة اللي كنت تعمليها عن جد اشتقنا لها لفيروز اي قلبي كلهم يما يا يما وغيرهم من الاغاني فيروز هي من نجوم كاس النجوم عن ال بي سي اي واللي اخذ كاس سيمو اسمر بدنا نوجه لها تحيه فيروز شهادتي مجروحه فيها وان شاء الله شي يوم بدنا نستضيفها هيك تكون قاعده معنا بيناتنا وهي كمان تقدم البرنامج شو رايك؟ فكره اكيد فكره تفتحي لنا مفتوح على كل الفنانين خلينا نبدا انا وياك ديكولا بالتوب 20 والطبطبه لحسين الجسمي هالاغنيه اللي حققت نجاح كثير كبير على مدى اكثر من 3 أسابيع واليوم يمكن في تراجع للأسف للمرتبة 20 خلاص نسمع حلا أوكي ما بتموت 20 حبيبي بالبنت العري عودة لمتابعة اللقاء مشاهدي قناة نيو فيجن الفضائية وين ما كنتوا عم بتتابعونا أنا وزميلتي نانسي السيد بـ The Chart Show لايف على الهواء بدي وجه تحية كمان مرة للمخرج رافي وللبروديوسر ليلى يعطيكم ليلى ألف عافية لولو I love you أنا so much رح ننتقل خلينا نعذبهم شوي اكيد اي المرتبة 19 مرتبة 19 نمبر 19 فور ذيس ويك اون ذا تشارتس لاست ويك يعني كانت معنا قبل هلا تراجعت شون مانديز مونستر اللي حققت 115 مليون يلا ليتس دي واتش ذا كليب Raise me up into the sky until I'm short of breath. وإلى المرتبة 18 حمزة نميرة فاضي شوية هالأغنية اللي حققت نجاح كتير كبير وين ما كان عم نسمعها بطريقة عن جد بنكون هيك فاضي شوية شي هيك حلوة ناخد حتى لكن انا اوقات بدي اقول للمشاهدين اوقات بخالف نانسي باختلاف اختيار الاغاني اوقات كتير بحب نانسي شو بتسمع بالسيارة اغاني بصراحة ضربت معك هالمرة هو بالنسبة للسيدي اللي تركت لي بالسيارة دايما عم بتسمعه نيكولا فميرسي لك عم بتعودني على اشياء بحب تروق شوي نانسي انا حدا بالحياة هايبر يعني ما بحب ابدا الاغاني الرايقة نانسي اوقات شوي بتقلبها على ميديوم يعني اغاني شوي هيك بتروق العصب على كآبة لا مش لهالدرجة خلينا ننتقل نحن لو ياكل لكان يلا نسمع الى المرتبة 18 وفاضي شوية فاضي شوية نشرب قهوة في حتة
تم نمبر 17 نحن بال 17 نانسي مستعجله المهم نمبر 17 هالاسبوع ديفيد جيتا ليتس لاف نسبه مشاهده 21 مليون خلينا نحضر سوا والمرتبة 16 لأريانا جراندي بوزيشنز هالأغنية اللي حققت 260 مليون فيوز وطبعا هي نسبة مشاهدة كتير عالية مقارنة صح. بغيرها من الأغاني مظبوط انت بتحبها ايه حلوة كليب حلو وكل شيء يعني انا حبيته حتى الكالورينج تبع الكليب حتى المشاهد الموجودة الكونسبت الفكرة اللوكيشن كله على بعضه هي it's all about حبكة يعني أنا برأيي كمان الكليب نانسي هو بيزيد نجاح الأغنية أنا بسمي الكليب كاريزما ايه منصور. على قد ما بشد تبقى على قد ما بينجح أغاني حلوة بس الكليبات تبعها مش حلوة صح بس بتحقق نجاح لانه الاغنيه نجحت طالما الاغنيه نجحت ولكن احيانا في بعض الفنانين نيكولا يمكن عم بيتكلوا اكثر على الكليب لا يعطوا هيدي الهيبه للاغنيه وهذا صحيح. انا بسميه فشل لانه الاغنيه ناجحه بكلماتها بالحانها بصوتها بادائها بشكلها كلها سوا على طبخه خلطه مزيج نسمع نسمع ونشوف يلا يل. في كنت عم تابع امبارح نيكولا هيدا التركي اللي بيعمل البوظه الايس كريم بوراك بوراك لا مش بوراك اللي بيعمل الايس كريم حدا كتير مهضوم بيكون عم بيرقص وهيدا فكتير حبيت انه الاغنيه عم بنجحها في اغنيه لحن تركي نسيت اسمها صراحة بس كتير مهضوم وكتير بدنا نحكي عنه بحلقات لاحقة لأنه عن جد عم بيعطي لون للأغنية اللبنانية صار كذا حدا عم بيحكي عن هذا الموضوع عن جد خاصة بكون عم بحط هيك البوزة وصاروا عم بيقلتوا بدي ابعت لك اللينك اليوم كتير مهضوم ضروري هلأ رح نكمل رح نكون مع الكاونت داون لهالأسبوع عبر قناة نيو فيجن الفضائية ونتابع ننتقل إلى المرتبة 15 فريق أدونيس في غنية اسمها أعداء هي فرقة مؤلفة من أربع شباب كتير تالنتد ومهضومين اللي هن بلشوا بال 2011 واخذ صيتهم كتير كبير بلبنان وبالعالم العربي قدموا ايضا عروض ومهرجانات مستقلة بالجامعات وبكل انحاء العالم العربي ايضا نسبة مشاهدة هالاغنية اعداء هي 415,000 نحن صرنا بنحكي بالمليون يعني انه بس نشوف 415,112 مع انه كثير عدد كبير ومتابعين كثير وخاصه انه بعدها نزل جديد الغنيه انجز لا ادونيس خلينا نحضر الكليب سوا يلا مرتبة 14 ونوال الزغبي عقلي وقف من كلمات أحمد حسن وألحان أحمد الزعيم هالأغنية والفيديو كليب طبعا أكثر من رائع للمبدع فادي حداد فادي لفادي. فعلا لمسته التفكير اللي بيكون عم بيحطه اللي عم بيزرعه الأفكار الأحساس الموهبة اللي موجودة عنده منا أو قليلة إذا فينا نقول عند صح. غير مخرجين فكل التوفيق لك فادي رائع أكيد النجمة ذهبية نحن شهدتنا مجروحة فيك ما مثل عادة بتطل بأحلى طلة ودائما هي ملكة الألوان وملكة اللبس وملكة اختيار الأغاني أنا تحية كتير كبيرة لنوال اشتقت لك وبشتاق لك دائما تحية كمان كبيرة لإدارة أعمالها مارسيل الزغبي وأكيد جاز برودكشن خلينا نحن وياكم نحضر سوا كليب الذهبية نوال الزغبي على المرتبة 14 دخول جديد معنا في نيو فيجن الفضائية ما شفتش حد في الدنيا والمرتبة 13 لجوزيف عطية طبيعي هالأغنية اللي كانت بالمرتبة الأولى للأسف اليوم تراجعت للمرتبة 13 هالأغنية أيضا من كلمات وألحان رامي شلهوب ووصلت نسبة المشاهدة ل 3.6 مليون حلو يعني 3,600,000 بديك نشوف الكليب أنا بحبه لجوزيف يعني أنا كمان أوكي يحضر زوزو يلا طبيعي أعاني وجن في غيبتك شو زوزو؟ شو زوزو؟ زوزو شو زوزو؟ زوزو بعيد لأنا على الهواء يعني أوكي حبيت الكليب حلو كتير هلأ أنا دايما كل مرة بحضره بحبه أنت بس تحب شيء خلاص مستحيل جوزيف هلأ رح نكمل نحن وياكم نوصل لنمبر 12 هالأسبوع نمبر 12 مايلي سايرس ميدنايت سكاي نسبة مشاهدة 124 مليون نعم منيحة نحضرها يلا يلا نمبر 11 for this week بالtop 20 countdown أكيد عن new entry on the charts
The Kid Laroi Without You نسبة المشاهدة 28 مليون so it's an amazing song guys. خلينا نحضر سوا الكليب وأكيد من بعدها رح نكمل لأنه من بعدها في محطة عربية فكليب عربي وفنانة وهي بنفس الوقت لايف كوتش بنفس الوقت جماعتهم أنها تكون لايف كوتش وجماعتهم أنها تكون كمان فنانة بصوت جميل وبطلة راقية. مين رح يكون معنا بعد الكليب؟ خلينا نحضر الكليب ومن بعدها من تلك نادين شماس منحكي كتير مثل ما نحن عم تسمعونا هلا بهيدي اللحظات قدي عم نحكي وقدي نيكولا عنده أخبار ومواضيع جديدة بده يحكيها ولكن نيكولا دايما ما بيقدر غير ما يضيف هيدي النكهة بابتسامته بضحكته ببساطة الكلمات اللي بتوصل للقلب بسرعة. تسلمي هيدا من ذوقك. I love you نادين. نادين شماس اللي هي عن جد نانسي لايف كوتش وبنفس الوقت بتغني يعني بتقدر تزرع الفرح بتقدر تعطي الناس النصايح والإرشادات كمعالجة نفسية وبنفس الوقت أنها تغني بصوتها الرائع جدا ومن خلال السوشيال ميديا طبعا عم بيكون عندها حلقات متتالية بدبي يمكن عبر شاشات التلفزة بس شو يعني إذا بدنا نحكي عن التباعد مختلفين مالتي تلفزة بس فينا نقول انها رائعه أكيد. جدا نادين ووصلت نسبه المشاهده ل 547,000 خلونا نتابع سوا نتابع الكليب فكر وصلنا لحل يارا يارا غير الناس غنية كتير حلوة باللهجة العراقية اللهجة العراقية كتير عم تاخد هيك محلة مثل ما بقولوا دايما يكون عندها نكهة خاصة اسم الأغنية هو اسم ألبوم الخليج الجديد كمان من كلمات أدهم وألحان آدم عفوا وألحان شميم وبهذا الألبوم كمان تعاملت مع مجموعة كبيرة من الشعراء والملحنين طارق أبو جودة طبعا تحت اشراف المبدع طارق ابو جودي نسبة مشاهده 6 مليون خلونا نتابع سوا نيكولا اجى الوقت لنتوقف انا وياك مع فاصل قصير ونرجع للمتابعين ونكفي التشارت فانا وياك نيكولا كنا متابعينا وإما كنتوا عم تتابعونا عبر شاشة النيو فيجن الفضائية أنا وزميلي نيكولا داغر هاي نيكولا مرجت نورت بوجودك دايما منورة حياتي حاسة اليوم كتير عم نتغزل ببعض ما بقدر إذا ما تغزلت فيكي بطلع لك على الفيسبوك إذا مش على الفيسبوك على الانستغرام ما في مجال أبدا وإذا مفصوم برد صح تو دايز ما برد صح حلو انه تكوني انت منك بالمود ما تردي على اصحابك طب ما انا عم نحكي هذا الشيء على الهواء شو رايك تخبر كمان المتابعين لما انت ما ترد شو بيصير فيك اوه كرنفال يلا خلونا فيستيفال فيستيفال دو نانسي 2021 قريبا رح ننتقل لتوب 8 هالاسبوع تيت ماكراي هي يو بروك مي فيرست نسبه مشاهده عاليه جدا 78 مليون خلينا نشوف الكليب الرائع جدا وإلى المرتبة السابعة أوليفيا رودريغو درايفرز لايسنس هيدي الأغنية حبتها. اللي بهداك الأسبوع حكيت عنها هي بتتمنى تطلع نمبر وان وأنا قلت أنه كل حدا فينا بحاجة لدفتر سواقة كيف نسوق بهيدي الحياة مش ضروري بس السيارة في إشياء وأمور كتير بنحتاجها بحياتنا لنعرف كيف نسوق ونعلم غيرنا السواقة شو رأيك؟ مثل ما أنت كمان بتكوني سبورت دايماً لألي خليني أقول هيك عم نحكي سنة كتير قصص شخصية اليوم على الهواء فأنا بدي حيي كل الأشخاص اللي بيحبوا بعضهم ما ضروري أو هو الحب والإعجاب الحب اللي عن جد الحب بالصادق من القلب اللي نفتقد للأسف إلى كلمة أصدقاء ويا مشاهدين أصدقاء لا تعني الرفقة رفقة هي بس كومباني لنظهر نقضي وقت أصدقاء هني معكن على المرة قبل الحلوة خلينا ننتقل نحن وياكم لنحضر top 7 for this week on New Vision TV والمرتبة رقم 6 ريما يوسف بذكر هالأغنية يلي فعلا حققت نسبة مشاهدة كتير عالية وهي أغنية رومانسية فيها حنان فيها عاطفة فيها أحساس نيكولا قدي صعب إنه الفنان كمان إنه يوصل أحساسه فهيد بهيد الأغنية عن جد وصل الأحساس هيك بكل هيك هيك بسلاسة 100% أنا بوجه تحية لكتير أنا بحبها لريما وهي بتعرف
او لاداره اعمالها كمان رجع لها تحيه كثير كبيره. ويلكم باك تو لبنان، رجعت على لبنان بما انه كنت عايشه بدبي، بدي اوجه لها تحيه. تحيه كمان لكل اهالي دبي اللي عم بيشوفونا، اهالي الاردن وقطر كل وين ما كل الدول العربيه. هنحضر سوا كليب ريما. بدي اقول شغله انه طبعا ريما رح بتبلش تنزل شوي شوي الاغاني اللي كتبتها، فنحن بانتظار هيدي الاعمال الجديده. يلا نحضر شوي. هلا بننتقل من العربي للاجنبي. بيلي ايليش عندها تقدم لـ Therefore I Am هالاسبوع، نسبة مشاهدة 137 مليون. يلا نتابع. والمرتبة نمبر 4 لإد شيران افتر جلو. اوه حلوة كثير كثير حلوة، 69 مليون فيو. 69 مليون عن جد، يعني خلينا نحن والمشاهدين ونعلق عليه من بعد. يلا Stop the clocks, it's amazing. منتابع مشاهدينا اكيد نانسي. بس قبل بدنا نعلق على الكليب. حبيت الكليب فعلا، حلوه الحبكه. وسؤال بيطرح نفسه، نحن سؤلنا اكثر من مره تحت الهواء انه ليه عم بيكون في هذا الميكس بين العربي وبين الاجنبي. فنحن بنحب نوضح للمشاهدين انه طبعا يعني المتابعين هن من كلا الشريحتين. صح. وفي اشخاص بحبوا العربي وفي أشخاص ما بحبوا العربي، فنحن لنرضي كل الاذواق عم نحط هيدي الاغاني بالتشارت استنادا للتصويت اللي عم بيكون على السوشيال طبعا ميديا. طبعا بدنا نذكر كمان ننسي انه استنادا على تصويت السوشيال ميديا، وليس فقط السوشيال ميديا، كمان شو عم بيكون في حسب المبيعات بالاسواق اللبنانيه والاجنبيه بصالات فيرجن ميجا ستور بكل انحاء العالم. خلينا نحن وياكم نوصل للتوب 3 هالاسبوع. عبير نعمه فلو، عبير الرائعه جدا والصوت الصارخ الرائع، كلمات الشاعر والأديب غسان مطر وألحان عبير نعمة. الغنية هي بتعكس مشاعر مختلفة بين يعني بمر فيها الإنسان بالعادة بحياته اليومية لما بده يتغلب على جرحه. لازم نسمعها هيدي، لازم عبير نسمعها. عبير دايما بتلعبي لي على وتري، انتبهي. نسبة مشاهدة 2 مليون، برافو دايما عبير. الكل عبير يعني هذا ريتنج حضر لألبوم رائع جدا لعبير فعلا، حتى قليلة عليها لأنه عبير من الأصوات اللي جدا رائعة وتستاهل هيدا النجاح. صحيح. تابع سوا نيكولا كليب. يلا اللي كانوا معي تيستو ذا بزنس توب 2، هالاغنية يلي ايضا حققت ريتنج كثير عالي ونيكولا عم بيرقص عليها من هلا. وطبعا تيستو اخر مرة اجى على لبنان يعني. نسبة المشاهدة 63 مليون فيوز، وهذا بنم على نجاح الاغنية. فشو حلو هيك هيدا النوع من الاغاني، قد ايه نحن بحاجة له؟ اكيد بحاجة. اشتقنا نشوف ارمن بلبنان، اشتقنا نشوف تيستو اباف اند بيوند، اشتقنا نشوف كل هول الامور بالبيال بالفورم دو بيروت. عن جد اشتقنا. على الأمل هيك يختفي هالكورونا، مع انه بشك قبل 7 سنين يختفي كورونا. لا هالسنة هالسنة نيكولا تفائل ان شاء الله خير. تفائل بليز. يلا تابع سوا. Let's get down, let's get down to business. وا 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 توب 1 توب 1 هالاسبوع مايا واكت ببيروت، هالاغنية من كلمات مايا ونسبة المشاهدة 1.4 مليون متابع فيوز. وطبعا مايا رح تنزل اغنيه جديده من كلماتها والحان لحن روسي رح بيكون، وطبعا نحن ناطرين ليخلص هذا العمل طبعاً. ونشوف هالانجاز الحلو. قليل ما نسمع لحن روسي. صح. هلا شكلها مايا بدها تدرج اللحن الروسي، نحن معودين على التركي واليوناني، ورح تصير مايا ترند اكيد قريبا. خلونا نتابع انا وياكم الكي ليلي مشتاقة سوا نتلاقى. هيدي هي الأغنية لمايا واكد ببيروت. مبروك. عن جد مبروك. وكمان رح يكون أكيد بالتشارت الأسبوع المقبل لنانسي عجرم. نانسي كمان في أغنية جدا رائعة نزلتها وكنا سمعناها، بس بعدنا ناطرين أيضا لتوصل لنسبة أكثر مرتفعة. نانسي أكيد بيلبق لها تكون بالتوب 1، فنحن كمان ناطرين أعمال نانسي عجرم. كل التوفيق لك. اسمها نانسي أصلا ما خص. مشاهدينا بدي اشكركم واشكر حسن المتابعه، هذا كان كل شيء. لليوم انا كثير انبسطت فيكم انا وزميلتي نانسي السيد، وانا للاسف انه بوزيتيف واي اسم نانسي لحقني من انا وخلقت انا وصغير على كل ليه بيبي
في غيري وغير نانسي عشرم غير نانسي ياسين وغير نانسي وغير نانسي نانسي من انا عمري 6 سنين رفيقه الانتيم. على كل حال شكرا لحسن المتابعه، اكيد الى ان نلتقي بالحلقه الجديده مليئه بالاغنيات مليئه بالاخبار مليئه بكل المفاجات. تضلوا بالف خير وسهره ممتعه برفقه البرامج المقرره لليله عبر قناه نيو فيجن الفضائيه. الى اللقاء، باي باي.